بسم الله وعلى بركة الله. تعالوا نتفرج معنا على الفيديو ده كده. فنان فنان بجد هيعمل محفظة من خامات بسيطة جدا من جلد أحمر. بصوا بجد احنا ممكن نعمل الحاجات دي في البيت ولا ايه يعني؟ قولولي في التعليقات كده. حاجات بسيطة جدا، انا شايفها بسيطة جدا والله يعني، وحاجات متاحة يعني باريزة ايه جنيه عمل بيها دايرة يعني. احنا مصعبين كل حاجة في حياتنا يعني، في ايه لما نبدأ كده ونعمل خطوة بنفسنا؟ بس دي صعبة، دي اللزق ده صعب ده. بص حاجة بأمانة ايه، تحفة تحفة فنية. صلى على النبي في التعليقات، عيد سعيد.